We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, dzień dobry. Welcome, everyone. Thank you for joining us at the main session, Digital Cooperation in Practice, IGF Dynamic Coalitions. In this session, we'll be showcasing the IGF. صباح الخير. سوف نتحدث عن التحالفات الديناميكية كمثل من أمثال الآليات المتعددة الأطراف من الناحية الرقمية. سوف نستمع الآن إلى أقوال المسؤولين عن التحالفات الديناميكية. وسوف يتحدثون عن كيفية مساهمتهم وعملهم في المواضيع التي هم معنيون فيها. وفي الجزء الثاني من النقاش سوف نتحدث ونتناقش موضوع كيفية تأثير هذه التحالفات في تقوية عمل منتدى حوكمة الإنترنت. لعنا الضيوف رفيع المستوى، منهم مجموعة ماك وكذلك مكتب مستشار لشؤون التكنولوجيا لدى الأمم المتحدة. فيما يخص التحالفات الديناميكية فعددها 17 تحالفا، فهذه المجموعة واسعة. ولننظر عليها أو إليها أن كثب ونشاطها. لدينا 40 دقيقة ونخصصها لهذه الجلسة الأولى. يجب التجديد، لأن عمل التحالفات الديناميكية مهم جدا في محفل الاي جي اف، وكذلك فيما يخص التحديات المتعلقة بإدارة الإنترنت والتحديات بشكل عام التي تخص عالمنا. أمامنا الكثير من هذه التحديات. نحن نواجه أزمة عالمية في مجال الصحة، نتحدث عن التغيرات المناخية، وهذا الموضوع ساخن، يجب أن نتحدث عن كل هذه المواضيع. كذلك الأمن وحقوق الإنسان في مجتمعنا، فهناك تغيرات عميقة وجذرية تجري في مجتمعاتنا، فإن التعاون الرقمي نحن في الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. لذلك سنتساءل ونتباحث اليوم في إمكانية مساهمة هذه التحالفات في حل هذه المشاكل في الفضاء الرقمي. لحظات، وأعطي صوت للسيدة تاتيانا تروبينا التي اتصلت بنا عبر الإنترنت عن بعد، وسوف نستخدم هذا النموذج الهجين أن الكثير من المشاركين اليوم سوف يتواصلون معنا عن طريق الإنترنت. فالسيدة تاتيانا، تفضلي. لنتحدث عن المجال الأول لعمل التحالفات الديناميكية. شكرا يا جيني، شكرا على إعطاء الصوت. أتمنى أن تثير هذه الجلسة اهتمام الجميع. بعض الملاحظات الأولية حول عمل كل التحالفات الديناميكية. المشاركون في هذه التحالفات سوف يتحدثون هنا على المسرح في كاتوفيتسا وكذلك عن بعد. لكل متحدث 3 دقائق ولا أكثر من 4 دقائق على الإطلاق، فأرجو الانضباط الوقتي كي نتيح الفرصة لكل المشارك أن يتحدث. كما قالت جينيفر، سوف نتحدث عن بعض المواضيع الساخنة التي تتطلب تعاونا متعدد الأطراف وانخراط التحالفات الديناميكية. هذه التحالفات تعمل الكثير وتقوم بالكثير من العمل
المسألة الأولى هي مسألة الجندر والمساواة بين الجنسين، وأنا أخاطب هنا ممثلا عن أحد هذه التحالفات التي هي معنية بمسألة المساواة في العالم الرقمي وعدم التساوي اجتماعيا وأيضا جندريا. كيف نستطيع أن ضمان أن تكون كل السياسات والاستراتيجيات تراعي مسألة الجندر وتضمن المساواة بين الجنسين؟ للأسف ربما لدينا بعض المشكلات في الاتصال مع ممثل هذه التحالف الديناميكي. هل يوجد شخص من هذه المجموعة يريد أن يجيب؟ نحن نتحدث عن موضوع المساواة بين الجنسين. إذا لم يكن لدينا ممثلا عنها، فإذا اتصل بنا فيما بعد فسوف نعطيه الصوت. فإذا أما الآن لنهتم بالتحالف الذي يضمن بوصول المساواة في الوصول إلى المكاتب. هذه الفعاليات هي مهمة، وخاصة في سياق الأزمة التي نعاني منها، أزمة الجائحة. إذن كيف يمكن لفعل هذا التحالف أن يساعد على الوصول العادل والمساوي في المكاتب؟ لا أرى ممثلا عن هذا التحالف بيننا. هل يوجد ممثل؟ نعم وجدناه، شكرا على التقديم. أنا سعيدة لأنني معكم وأن أتكلم كوحيد. أنا أمثل هذا التحالف الديناميكي من أجل الوصول العادل والمتساوي للمكاتب. نحن نقول أن الوصول إلى العلم بشكل عام والمعرفة هو توجد عدة ميول واتجاهات نلاحظها خلال عملنا، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية. أولا الليونة في تعامل، ثانيا الابتكارية في إمكانية الوصول إلى ثروة المكاتب، ثم استعمال الهوت سبوت والواي فاي في الوصول، أي أن هذه المكاتب تؤمن للمستخدمين الوصول. نريد أن نؤمن وصولا شاملا للجميع إلينا، خاصة يجب على أن يكون كل شخص عنده متاح الوصول إلى الإنترنت لكي يستطيع التواصل معنا ويستطيع أن يتدرب، أن يدخل في ورشات تعليمية أو دورات. نحن منفتحين على كل هذا. هذه الأدوات هي لينة وتستطيع الوصول إلى كل من يهتم بهذا الموضوع، لذلك نحاول أن ننشر كل ما يتعلق بهذه المكتب ونعطي معلومات عن المكاتب العامة التي لديها هذه الإمكانيات التقنية، وخاصة عن طريق الإنترنت السريع ذي النطاق العريض. ونحن أيضا نفعل أن هناك ترابط بين الوصول في الإنترنت وبين إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التي لدينا، كما أننا نقوم بجمع المعلومات والبيانات في أي مجموعة من الناس تستخدم
هذه الأساليب، هذا يفيدنا في رسم سياسة مستقبلية وتلبية احتياجات المستخدمين، ويستطيع الموظفون عندنا بشكل سريع تلبية هذه المطالب عند المستخدمين. هذا من جهتي، نتمنى أن تتابعوا عملكم في المستقبل. شكرا على أنك في الوقت المناسب تكلمت والوقت المتاح لك. نحن مهتمون بوجود مثل هذه التحالفات، سنأتي إلى تحالف آخر خاصة إلى حيادية الشبكة، ومعنا كريس الذي هو ممثلا عن هذا التحالف. هل في تقريركم ذكرتم بأنكم تؤكدون أن الانفتاح في الإنترنت وخاصة في وقت الأزمات؟ ماذا نستطيع أن نفعل لأن يكون الإنترنت منفتحا للجميع وخاصة في أزمتنا الحالية؟ صورتي مرئية، فكنت متخوف بأن الصورة غير موجودة. وشكرا، أريد التعليق على هذا التقرير الذي قدمناه. أنا آسف، أحيانا لدي المشكلة في الانضباط الوقتي، ولكن قد أنجح في ذلك. أنا مسؤول عن تحالف واحد من بين التحالفات 17، و في تحالفنا الديناميكي نحن نركز على التعاون العابر للمجالات، ونشرنا تقريرا في هذا المجال. كل عضو في التحالف ساهم في تدوين التقرير. فيما يخص تحالفنا فنحن نركز على الحيادية، وهذه المسألة هي مسألة جوهرية وهي شرط لازم، لأن كل المنصات الموجودة في الإنترنت يجب أن تكون حيادية، ويجب أن تكون لديها إمكانية التعاون مع غيرها من المنصات والأنظمة. هذا يجب ضمانه بكل التأكيد، ضمان التعاون ما بين مختلف الأنظمة والمنظومات، حتى لو تم تصميمها من شركة أخرى، فإمكانية التعاون يجب أن تكون متاحة للسماح للتعاون والتفاعل. هذا ليس دائما سهلا، لأننا هناك شركات مختلفة، فيسبوك وسكايب، ليس دائما كل هذه المنصات متكاملة مع بعضها البعض. فإمكانية الترابط والتفاعل المتعدد الأطراف مهم. نحن في حوار مع المشرعين وغيرهم من أصحاب المصلحة، ونشرنا رأيا يلخص موقفنا الخاص بالتفاعل أو التفاعلية، ونحتاج إلى رؤية واضحة فيما يخص أعمالنا مستقبلا. الشيء الثاني يخص المشرعين، ويمكن ذكر مثل فرنسا والنرويج، حيث المشرعون يقومون بعمل كبير لضمان الحيادية في الشبكة. كلنا في هذه القاعة نعلم بأن منذ 5 أو 6 سنوات بدأت بعض الدول في تبني بعض اللوائح القانونية الضامنة لانفتاح الإنترنت. ولكن ما معنى انفتاح الإنترنت؟ هذا قد يعني شيئا آخر لكل دولة، ومن الصعب إنفاذ هذه اللوائح في مختلف المجالات.
المكسيك غير برازيل وغير بريطانيا ومواقفها في هذا الصدد. ملاحظة أخرى، في الماضي كنا نواجه مشاكل مختلفة متعلقة بالوصول، وصول المؤلفين أو الإبداعيين إلى احتياجات. تحدثوا عن يوتيوب وغيرها من المنصات، فهذا أيضا نعلق على ذلك، فأصبحت هذه المشكلة أيضا أكثر بروزا. ونحن نتحدث مع واحد، كنا نتعاون مع واحد أخصائي من كوريا وساعدنا كثيرا في الحديث مع منصات مثل نتفليكس وغيرها من الشركات. هذه الحيادية جدا مهمة. قبل سنوات قليلة مسألة الحيادية لم تكن بارزة مثل ما تكون عليها اليوم. منذ 7 أو 8 سنوات نحن بدأنا العمل في هذا التحالف في 2013 في جزيرة بالي. هذا اجتماعنا أو هي ذكرى 9 في هذه السنة على إنشائنا، وهناك مشاكل جديدة تظهر أمامنا. نتحدث عن الحيادية وكيفية معالجة بعض المنصات الإلكترونية مثل سكايب أو واتساب أو زوم. فنحن نقصد هنا قبل كل شيء الوصول إلى تلك الشركات والمؤسسات التي تضمن وتزود أو توفر المضامين والمحتويات في الشبكة. نحتاج إلى لوائح أوسع نطاقا، فسوف نتحدث عن هذه المسألة أيضا بالتفصيل مستقبلا. هذا خلاصة لما نقوم به. شكرا جزيلا غريس، ونتمنى لكم التوفيق في إدارة هذه المحاضرات فيما تفعل. مؤخرا قرأت في الجريدة شيئا كنت أفكر بالتعاون الرقمي، وفكرت هناك تحالفان ديناميكيان. لا أدري هل لدينا ممثلين عنهم على أو في منصة زوم أو في كاتوفيتسا في المكان. هل التحالف الديناميكي الذي يتعلق بحيادية الشبكة، كيف يمكننا أن نصل إلى إنترنت منفتح في وقت الأزمات؟ إذا كانت جين معنا فأود أن تعلق على هذا الموضوع. إذا لم تكن جين موجودة فأنا أستطيع أن أجيب. بالطبع التحالف الديناميكي الذي يهتم بحيادية الشبكة ومع التحالف تعاون مع التحالف الذي يهتم بالاتصالات، فإذا لم تكن جين موجودة أستطيع أن أجيب. شكرا يا كريس. إذا اتصلت معنا جين فيما بعد، الآن أعطي الصوت إلى جينيفر. لا أراها على منصة زوم، ربما هي في كاتوفيتسا، فإن لم تكن هنا أو هناك فسنعود إليها فيما بعد. أنا موجودة. شكرا لك يا تاتيانا. لكنني لا أرى جين هنا في كاتوفيتسا. سيكون لنا بضع الوقت للعودة إليها وتكلم عن التحالفات الديناميكية الأخرى. كي لا نطيل الموضوع فلنأتي إلى موضوعات النمو المستدام والتبدل المناخ، وهذا موضوع على الساعة وهو موضوع حار في النقاشات والحوارات، وخاصة في الإصدار السابق
قمة الحوكمة في الإنترنت الآن إلى تحالف ديناميكية القوانين والأسس، وهل وأفكر هل لدينا ممثلا عن هذا التحالف الديناميكي معنا في غرفة الزوم. نعرف أن التحالف الذي تمثليه يهتم بقضايا حرية الإنسان في وحقوق الإنسان في مجال الرقمي، ونحن قلنا أن في هذا العام سيهتم تحالفكم بالجهود أن يكون الاهتمام أخضر، ولا أدري إذا كان الجميع يفهم ما القصد، فأطلب منك أن تفسري لنا ذلك. هل سانتوس معنا في الزوم؟ نعم، ولكن لا أدري لماذا لا نسمعه ولا نراه. فإذا هل يريد أحد يريد أن يتكلم باسمه؟ طاب وقتكم. لم أكن جاهزة، ولكن شكرا على إعطاء الصوت. بالطبع سأتكلم باختصار عما نهتم به في مجال النمو المستدام للوسط والبيئة. في عملنا ودراستنا دائما نعتمد على لائحة القوانين الأساسية، ومن بينها الحق للنمو، وهناك وارد الحق للنمو المستدام للبيئة. وخلال عملنا وصلنا إلى نتيجة أن هذه القضية هي قضية ملحة وغير موجودة في البرنامج، خاصة في منتدى حوكمة الإنترنت. لذلك طالبنا بأن تكون في الإصدار عام 2018، وفي ذلك الوقت تم التطرق للموضوع في البداية. عدنا إلى هذه المباحثات خلال قمة حوكمة الإنترنت في عام 2019. كانت هناك جلسة كبيرة تتعلق بتبدلات المناخ وعملية إدارة الإنترنت في تلك الظروف، وكان لنا شركاء كثراء من بينهم أوروديج. وفي العام الماضي وفي هذا العام اشتركنا في جلستين متعلقتين بتغيرات المناخ، ونعود إلى هذا النقاش. واليوم بعد الظهر سوف نتحدث عن موضوع آليات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين البيئة والمناخ، وهما قضيتان هامتان يجب الإضاءة عليهما والاهتمام بهما، وجعل الشباب والجيل الناشئ يهتم بهما أيضا. نحن سعداء بأن هذه القمة ومنتدى الحوكمة حوكمة الإنترنت يضعها في برنامجه وعلى جدول أعماله. هناك أشياء كثيرة ليس فقط في منتدى الحوكمة الإنترنت الذي ترعاه هيئة الأمم المتحدة، ولكن في أماكن أخرى، مثلا نتعاون مع أجندة أونيب، ولدينا أيضا أمثلة كثيرة على التعاون. فإذا أردنا عن هذا التعاون الأخضر، مؤخرا انتهت جلسة فرعية مع
أوروديك نحاول بشكل مشترك أن نفكر كيف يمكننا أن يكون إدارة الإنترنت وحكومته أكثر صديقة للبيئة والوسط. هناك أيضا تطور مستدام بشأن الوسط. شكرا لكم. هنا هذه معلومات جديدة للعديد منا، وسعيدين لأن أوروديك كمنظمة تقوم بالتعاون معكم في هذا المجال، وخاصة مع المنظمات الوطنية والمنظمات الإقليمية، وتنحني لمبادراتها وتتعاون معها خارج ما يحدث لدينا في المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت. واليوم وغدا سوف يكون هناك عدة جلسات تخص هذا الموضوع. هل يريد أحد منكم أن يتكلم في هذا الموضوع؟ هل يوجد شخص على منصة الزوم يريد أن يتكلم؟ لا أرى أن أحدا يريد الكلام، ولكن إذا كان هناك من يرغب فأرجو أن يتفضل. صباح الخير، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك، شكرا على اداء الصوت. اود ان اتحدث عن مساله واحده قبل أن نبدأ الحديث عن التعاون الرقمي. يجب علينا تعريف طبيعة وصفات الإنترنت الجيد. ما هو إنترنت جيد؟ ما هو فضاء رقمي جيد؟ أي نوع من أنواع الإنترنت والفضاء نريد تشكيلهما معا؟ هل نريد خلق وتشكيل إنترنت مفيد وجيد المتمحور حول نمو مستمر ومستدام، أم أننا نريد إنترنت صديق للبيئة والوسط المحيط بنا، أو نريد إنترنت مستقر، أو نريد إنترنت يصبح ميدان قتال ومعركة للجناة والمجرمين؟ من المهم أن نبدأ قبل كل شيء بتعريف مصطلح الإنترنت ومفهوم الإنترنت قبل أن ندخل في الحديث عن التعاون الرقمي العالمي، لأن إذا كنا نريد تنمية الاقتصاد الرقمي والتواصل والتجارة الرقمية، فعلينا أن نتساءل ما إذا كان ذلك ممكنا في وسط غير مستقر، في وسط يمكن نسميه بالمسلح. ويجب أن نتفق على أن هذا المجال يجب أن يكون مجالا آمنا وداعيا للسلام. وما هو دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي يمكن لهذه المنظمة أن تلعبه؟ فهذا أتمنى أن هذه الفكرة أتمنى أن يجدوا انعكاسا في ملفات الاي جي اف الرسمية وتوصيات. وأرجو أيضا أن يكون طلبي هذا، طلبي بتعريف مفهوم الإنترنت ووضع خصائصه، يجب إدراجها في الأجندة الخاصة بنا. شكرا. بالفعل تعريف الإنترنت الذي نريد تشكيله هذا من مواضيع عمل التحالفات الديناميكية، وربما سوف نعود إلى هذه النقطة في الجزء الثاني من الجلسة. الآن أعطي الصوت لجينيفر، ويبدو أن ياسمين أيضا هي جاهزة للحديث حول من التحالف الديناميكي عن مسؤولية المنصات.
شكرا. وسوف نتحدث عن اللوائح الجديدة والهيكل الجديد للسوق ومضمون الرقمي وحقوق المستهلكين والمستخدمين وحمايتها. هذا مجال واسع للنطاق. هناك تحالفات دينامية معنية بذلك. كما قالت تاتيانا فياسمين هي الآن جاهزة على منصة الجوم وسأعطيها الصوت بعد قليل. فيما يخص المراقبة على الرقابة على أو مراقبة المضمون فهذا أصبح في وسط الاهتمام في جائحة كوفيد 19 ويجب أن نتساءل عن كيفية مساهمة عمل التحالفات الدينامية وعمل مراقبة المضمون مع حقوق الإنسان. صباح الخير للجميع. أنا سعيدة أنني معكم جميعا وسعيدة أنني سأقدم تحالفنا الدينامي. نحن نقوم بالاهتمام بعدة جهات بعدة جوانب من بينها ضوابط الإنترنت. نحاول أن نقرب بين المقررين والمشرعين وممثلي القطاع الخاص ونحاول أن يكون هذا الجهد مشترك. نحاول أن نضع توصياتنا التي تخص العمل على المنصات الرقمية لكي تكون متفقة مع حقوق الإنسان ونروج للأمثلة الجيدة والحسنة. وسوف نتشاطر معكم غدا جلوساريو جديد الذي يتضمن التعريفات كل ما قمنا بإدراجه وكل جهودنا التي قمنا فيها في هذا المجال وكيف قمنا بتعميم الوثائق الجديدة والسياسات الجديدة بشكل عالمي. ونود أن تكون هذه الأمثلة الجيدة متكاملة مع ومكملة لحقوق الإنسان. أنا أعتذر أنني أتكلم بشكل متناثر، فأنا أتصل معكم من البرازيل وعندنا الساعة 6 صباحا. هذا كل ما أودت أن أتكلم به. شكرا لكم. نحن نتفهم ذلك جيدا. شكرا لك على دورك في هذا. نريد أن نمثل كل التحالفات الدينامية وشكرا على اتصالك معنا في هذا الوقت المبكر من البرازيل. أما الذين سيشاركون معنا غدا في الجلسة التي تضم التحالفات الأخرى فمن بينها حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، هنا جزء كنت أنا في إحدى الجلسات التي كانت أمس وكنت مندهشة لما للتطورات والإنجازات التي قامت بها بعض التحالفات خاصة تلك التي تهتم بقضايا الطفل في الرقم الفضائي. أنا أستطيع أن صباح الخير. شكرا. أنا أتصل معكم من برلين. ليس عندي الوقت صباح جدا ولكن تحالفنا في هذا العام غير اسمه. كان اسمنا تحالف ديناميكي لشؤون أمن الأطفال أونلاين، أما أصبحنا في تحالف الديناميكي من أجل حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي. نقوم بالترويج للخصوصية، حرية الرأي، الوصول إلى، نريد كل هذه الأمور أن تكون تهتم بحماية الأطفال. في العام الماضي الأطفال الأمم المتحدة قررت أن الأطفال يحتاجون إلى حماية وأن حقوقهم يجب أن تكون محمية وهي جزء من حقوق الإنسان.
إذن علينا أن نؤمن ذلك ونحافظ عليه في أي زاوية من زوايا هذا العالم. عملنا منذ 30 سنة، ونستطيع القول أن تحالفنا الديناميكي يتعاون مع أجهزة وأجندات عديدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال، ونكون سويا مقاييس ومعايير عالمية موحدة تعنى بحماية الأطفال وكيفية دخولهم وحمايتهم في الفضاء والوسط الرقمي، وكيف يمكن لنا أن تكون عنايتنا وإدارة الإنترنت به صديقة لهم. نستطيع كيف نحمي حماية الرأي وحقوق الطفل للخصوصية. إذن هناك بعض يجب أن نحمي هذا الأطفال من المستخدمين للإنترنت. في الأوقات الأخيرة أحد أعضاء تحالفنا قام بدراسة بيّنت أن 70% من المشتركين بالاستبيان قرروا أن حماية الأطفال أهم من هي أكثر قيمة من حماية وصولهم إلى الإنترنت. إذن نستطيع أن نوازن بين هذين الحقين. بالأمس كان هناك جلسة لتحالفنا الديناميكي وتحدثنا عن هذا الموضوع، عن مساواة القوانين التي تتعلق بالأطفال. أخذنا بالاعتبار القانون رقم 3 من حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتلك التي تخص الاتحاد الأوروبي. إذن حقوق الطفل يجب أن تكون هي الدرجة الأولى. شكرا على إعطائي الصوت. سوف أراقب التحالفات الديناميكية الأخرى باشتراكي معكم، لأن لها دور كبير في التأكيد على أهم قضايا مثل حقوق الإنسان في الإنترنت. شكرا على إعطائي الصوت. شكرا على التقاسم معنا بهذه الملاحظات فيما يخص حقوق الأطفال. أنا كما أرى أنكم تتعاونون ضمن هذا التحالف، وأيضا نرى بأن مختلف التحالفات الديناميكية أيضا تتعاون فيما بينها البعض وهي عابرة للمجلات. الآن فأعطي الصوت لتاتيانا المشرفة المشاركة على النقاش، وهي ستتحدث إلينا عن المجال رقم 4 وهو يخص الدعم التعاون الرقمي. شكرا. وقبل أن نمر إلى التعاون الرقمي فأريد الإشارة إلى شيئين. أولهما فيما يخص التحالف الديناميكي بشؤون الجندر والجنسين، فنحن أكدنا على أن مسألة التعاون في غاية الأهمية، ومسألة الجنسين يجب أخذها في عين الاعتبار في كل مجال من مجالات التعاون الرقمي. ولذلك فأسأل سؤالا لممثلة هذا التحالف، بأي طريقة يجب أن نعالج هذه الترابطات ما بين أشكال عدم التساوي ما بين الجنسين وبين عدم المساواة في الاقتصاد في سياق الأزمة الصحية؟ ما يمكن للتحالفات الديناميكية أن تقوم به لضمان المساواة السياسات الرقمية في سياق الجندر؟ نعم، شكرا على إعطائي الصوت. فيما يخص تحالفنا نحن لشؤون الجندر، فنحن نعالج مسألة مساواة الحقوق
والحوكمة ما بين الجنسين في المجال الرقمي، وأنا أعتبر ذلك مسألة هامة للغاية فيما يخص هذه البيئة الرقمية التي قد تغيرت جراء جائحة كورونا. فنحن نلاحظ في تحالفنا أن يجب إلى الأولوية لحقوق النساء وتلك الأجناس التي تكون مهمشة، ويجب أن نضمن لها المساواة في الحقوق والأمن والأمان في الشبكة. ونرى الآن أن في الكثير من الأبعاد النساء يقفن في مواقف أضعف من الرجال، فيجب بذول الجهد بذل جهد للمساواة في الوصول إلى الأغذية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية. هذا مهم جدا، لكن في بعض الدول الوصول إلى هذه الثروات قد يكون محدودا جدا فيما يخص النساء، فيجب أن نأخذ هذا الفارق ما بين الجنسين في الاعتبار في المجال الاقتصادي والرقمي، وندير النقاش في هذا الشأن كي نخلق فضاء رقميا متساويا في الحقوق ما بين كلا الجنسين. فيجب أن يكون هذه مقاربة متعددة الأطراف والفضاءات. طبعا مسألة الوصول والحقوق جدا مهمة، ويجب إيجاد الاتزان فيما بين هذه الأمور وأمور الخصوصية. هذا جدا مهم وشكرا. أما الآن سوف ننتقل إلى مشارك آخر وإلى مساحة أخرى، وهو ترويج للتعاون الرقمي. هناك تحالف ديناميكي لشؤون الشباب. آيلين هي كان عليها أن تتصل بنا ما بعد، والآن لدينا ممثل عنها وموجود في كاتوفيسا، وأتمنى أن تجيبي على سؤالنا من خلال الوثائق المقدمة من قبلكم. أن عام 2021 قام تحالفكم الديناميكي بتنفيذ عدة مهمات تتعلق بشمولية الإنترنت والتعاون الرقمي. ما هو مكان هذا التعاون الرقمي بالنسبة للشباب، وكيف يمكن للشباب أن يقوموا بالترويج لهذه؟ استطعت أن أتصل معكم وأستطيع أن أجيبكم باسم تحالفنا الديناميكي. شكرا على إعطاء الصوت. نحن نركز جهودنا على ترويج للتعاون الرقمي، نشارك بالحوار والنقاشات حول هذا الموضوع. نظمنا جلستين عن طريق الإنترنت، إحداها تتعلق بنمو الوسط الشبابي والأخرى والثاني كان يتعلق بالتعاون في شمولية إدارة شمولية للإنترنت وإيجاد نظام بيئي رقمي يقوم بحماية القوانين التي تنظم الإنترنت. نود أن يكون الإنترنت شمولي وأن تكون به الحقوق الرقمية محترمة، وأن تكون كل الجهات المشاركة وخاصة الشباب أن تحاول أن تقوم بتطوير هذا. أيضا قمنا بالتعاون مع هذه القمة والمنتدى المنظم الآن في بولندا، حيث أن منتدى حوكمة الإنترنت الذي يجري في كاتوفيسا في بولندا أيضا يهتم بهذا الموضوع ويأخذ بالاعتبار التوصيات التي وضعناها كشباب. كان لدينا أنه يجب إيجاد تعاون أسرع وأكبر وتكون
هذا التعاون والنشاط الدولي ونشاط التحالفات الشباب أن تكون هذا التعاون وثيق. وسنقدم تقرير عن لجهودنا في هذا المجال وندعو الجميع للاطلاع عليه. شكرا لك آيلين، وأرغب الكل في التعرف على وقراءة هذا التقرير. ذكرت عن التحالف الديناميكي حول الأسس الرئيسية التي يجب أن تحكم الإنترنت، ومعنا أرشولا التي سنتوجه إليها بالسؤال، وهو سؤال يتعلق في استقلالية في المجال الرقمي. من الوثائق التي قدمتمها قلتم أن هناك صدى غير واسع بين واقع هذا الاستقلال وفي الإنترنت، فما هو ما دور تحالفكم الديناميكي؟ يجب أن تضيق هذا الفارق بين الواقع والمثال. هذا أصعب سؤال طرح إلينا في هذه الجلسة. تحالفنا الديناميكي كما سمعنا يتعلق بالقضايا التي تهتم بالإنترنت وبالقيم الأساسية التي يعمل عليها الإنترنت، ومن بينها من أجل الخصائص التقنية، فأن هذه الخصائص التقنية هي مهمة جدا. فنعرف أننا نحن نقول عن شبكة مركبة ومعقدة وتتألف من شبكات مختلفة، فنستطيع أن نقول أن هناك إدارة وحوكمة لكل هذه الصياغ المعقدة. إذن هناك المهمة هذه الاستقلالية الرقمية، وعادة فإن المستخدمين والكيانات الوطنية تعتبر أن لهم سيطرة على الشبكة، ولكن فلنعرف أن الشبكة هي تتألف من عدة مستويات ومن الصعب جدا الرقابة عليها. بالنسبة لتحالفنا الديناميكي فنحن نؤكد أن هذه الاستقلالية يجب أن تكون مهمة أساسية في عمل الإنترنت. أي لا يمكننا أن نراقب شيء غير الصيغة التي نحن نقوم بتأليفها. هذا موضوع معقد، وهذا تعريف استقلالية الرقمية هي أيضا مفهوم واسع. علينا أن نعرف أننا إذا كنا نضع ضوابط جديدة داخلية ووطنية يجب أن تأخذ بالاعتبار كل هذه القيم التي تحكم الإنترنت في العالم، ويجب أن لا نقوم بخنق هذا التأثير وأن نقوم بتجزئة الإنترنت إلى شبكات صغيرة لا تستطيع التعاون مع بعضها، أي أن لا نقوم بوضع فلترات في هذه الشبكة بحيث يستطيع كل شخص أن يستفيد منها بشكل أعظمي. شكرا لك على هذه الإجابة. شكرا بأنك ذكرت هذا التجزؤ وهذه الملاحظات، والآن نمر إلى الجزء الثاني لهذه الجلسة، وسوف نتحدث عن جمع ودمج هذه العناصر التي قد تكون مجزأة ومفرقة. فالآن أعطي الصوت لجينيفر، هي سوف تقرر من يأخذ الصوت الآن. شكرا يا تاتيانا، وأظن أنه بالفعل فكرة جيدة أن
نعطي الصوت لزملائنا من بنغلاديش. هل أنتم تسمعوننا؟ ليس بوضوح، الصوت غير واضح، يرجى الإعادة من السيد. أم أنكم ربما تقتربون أكثر من الميكروفون؟ جينيفر، هل تسمعين هذا الصوت بأكثر من الوضوح؟ لا للأسف، ربما تكون جودة الصوت ليست بكافية لنتواصل مع الهاب في بنغلاديش، فربما الآن لنمر إلى نقطة أخرى من البرنامج، فلنبدأ الجلسة الثانية الرئيسية. شكرا للمشاركين حتى الآن على أقوالهم وملاحظاتهم وملخصاتهم لعمل التحالفات الديناميكية، فلنلقي نظرة العين الآن على كيفية مساهمة التحالفات الديناميكية في تقوية وتعزيز منتدى الإنترنت، وكيف نستطيع تنشيط هذا التعاون مستقبلا. معي على المسرح في كاتوفيتسا واي مين كوك، مسؤول قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة. معي كذلك جينيفر تشانغ. عفوا، هناك ممثل عن مكتب مندوب الأمين العام للأمم المتحدة لأمور التكنولوجيا السيد جينسون مانيان. فأود الآن أن أعطي الصوت لماركوس، الذي ليس بالضرورة أن أقدم شخصيته لأحد. فتفضل يا ماركوس. شكرا يا جينيفر. ماركوس كومر، بالفعل بالتعاون مع يوتا وغيرها من الزملاء كانت لدي السعادة والمتعة لأشرف على عمل تنسيق بعد التحالفات الديناميكية، ونشرنا تقريرا حول طريقة عمل أو منهجية عمل التحالفات الديناميكية، وكنا نبحث مستقبل عمل التحالفات الديناميكية من ناحية تنمية قمم الاي جي اف مستقبلا، وكذلك وعلاوة على ذلك وفي ضوء المقترحات الجديدة المقدمة من سيادة الأمين العام، وفي إطار هذا التعاون الرقمي، لا يوجد لدي كل الأجوبة الجاهزة على الأسئلة التي طرحت في هذه الجلسة، ولكن التقرير الذي سوف ينشر سيعالج كل هذه المسائل، وسيتحدث التقرير عن الممارسات الجيدة وتعاون التحالفات الديناميكية وكيفية تحسين عمل هذه التحالفات. فهذا التقرير سيكون شاملا ويضم جميع هذه المسائل. أرغبكم على التعرف على هذا التقرير، هناك النسخة المختصرة والنسخة الشاملة. النسخة الشاملة لها 50 صفحة، والنسخة الموجزة لا تتعدى هذا العدد من الصفحات وتكون مفيدة للجميع. شكرا جينيفر وتاتيانا، ونحن نشكرك يا ماركوس، وأظن أن تاتيانا سوف تكتب لنا الرابط الإلكتروني على منصة الزوم، وأرغب الجميع على التعرف على هذا التقرير المنشور، وإن لم تجدوا وقتا كافيا للاطلاع على كامل نص التقرير فأرغبكم على الأقل على الاطلاع على النسخة الموجزة. ماركوس بذل جهدا كبيرا في تحرير هذا التقرير. أما الآن فأود
أن نمر إلى سؤال تالي، وأتوجه إلى زملائي هنا على المسرح في كاتوفيتسا. السيدة واي من كووك، سيد واي من كووك، كيف يمكن للتحالفات الديناميكية الدعم وتعزيز التعاون الرقمي، وكيف يكون دورها في مجال حوكمة الإنترنت؟ شكرا على هذا السؤال. شكرا لتاتيانا وجينيفر وماركوس. هذه النقاشات موحية جدا حول هذه التحالفات الديناميكية، تعلمت منها الكثير، وأنا معجب بما تفعلونه. للإجابة على سؤالك فأقول باختصار، سأحاول أن أرد على ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ما جاء في هذا الموضوع. في الجزء الذي يتعلق بمنتدى حوكمة الإنترنت الذي لديه طموح بأن يروج أفعال الحسنة في الفضاء الرقمي، إن العديد من التحالفات الديناميكية الآن تهتم بالأزمة الحالية، وأنا أود أن لا يضيع عن ابتعد عن نظرنا أزمات أخرى مثل أزمة قلة المياه، قلة الطعام، مشكلة الأمن السيبراني. لا أود أن أتكلم بشكل سلبي، فلنتحدث إيجابيا مثلا عن أن معظم التحالفات الديناميكية تفعل الكثير من أجل تطور مستدام، وأن هذا العمل الذي تؤديه التحالفات الديناميكية هي متآلفة مع بعضها وتصب في مكان واحد، هو الهدف الأسمى الذي ننتقل إليه، وهو التطور المستدام للأمم المتحدة. ولكن علينا دائما أن ننسق أعمالنا أكثر، أي أن نضع هذه النقاط الرقمية بجانب بعضها، بحيث أن تكون أجندات أخرى للأمم المتحدة وأجندات بين الحكومات، خاصة في خلال أونديسا مثلا، ويحدث الكثير أيضا بين الأجندات الحكومية. أما فيما يخص الإصلاحات فأود أن أقول أن في الواقع من المفيد، وقال عن ذلك ماركوس أنه من المفيد أن نعمل على أن تكون جهودنا وتحالفاتنا معروفة. نحن نعرف الكثير عنها، نعرف أنها تجمع معلومات وتصل إلى النتائج، ولكن ربما التعاون بينها مع أونديسا أن يكون أكبر، وأن تروج أكثر هذا العمل لهذه التحالفات. شكرا جزيلا. أما الآن فأخاطب جيسون بالسؤال الآتي. أنا أعلم بأن مكتب مندوب الأمين العام للشؤون التكنولوجيا أيضا منخرط في ذلك، فماذا يجري في مجال التكنولوجيا الجديدة؟ أرجو أن تفصل لنا السيد في عمل التحالفات الديناميكية وكيفية مساهمتها في حوكمة الإنترنت. شكرا. جدتي مسقط رأسها منطقة سيليزيا البولندية، فهذا شرف لي أن أعود إلى هذا المكان في بولندا. أنا أشكر
لكل المتصلين من عن بعد من أماكن بعيدة في العالم مثل البرازيل. هناك فجر اليوم على منصة الزوم، وأنا سعيد بأن أكون هنا مباشرة على المسرح في كاتوفيس. أشكر لجميع الأعضاء في التحالفات الدمكية لأنكم قد بذلتم قصارى جهدكم في هذا العمل الدؤوب، وهذا أريد أن أشير إلى ذلك وأشدد على ذلك في البداية لأنه عمل توعي، ولذلك وبشكل خاص أشكركم على كل هذه الجهود بلا مقابل. فجينيفر سألتني، وبالفعل الأمور الرقمية أصبحوا أكثر وأكثر بارزة في جداول كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي العام الماضي حيث احتفلنا بذكرى 75 على تأسيس الأمم المتحدة، انعقد مناقشة حول التعاون الرقمي، وأثناء الجميع العامة أيضا تحدثنا على مستوى رفيع المستوى عن التعاون الرقمي. أكثر من 30 دولة عضو ومندوبوها كانوا موجودين في هذا الاجتماع والنقاش حول الثقة الرقمية وتضليل المعلومات واحترام حقوق الإنسان في الشبكة الافتراضية. فعمل التحالفات الديناميكية يساهم بكل التأكيد وبلا شك في هذا النقاش المثمر، ولكن علينا أن نعود ونتساءل ونتساءل تبحث في كيفية الوصول إلى الأشخاص المناسبين مع هذه التوصيات، ونريد الوصول إلى صناع القرار الذين هم المسؤولون عن تطبيق هذه التكنولوجيات الرقمية، ونريد سرعة الترويج لنتائج هذه التحالفات. لذلك ويبدو لي على أن علينا وبشكل منتظم المراسلة وتراسل النسخ المستحدثة لهذه التقارير إلى مكتب، نحن نريد استلامها في مكتبنا للشؤون التكنولوجية لكي نكون نستطيع تتبع هذه التقارير، وذلك في التعاون مع حلفائنا الخارجيين. أثناء اللقاءات التي نعقدها في مكتب مندوب الأمين العام لشؤون التكنولوجيا، نريد أن نطلع ونتصفح هذه التقارير وهي ناتج عملكم، وبناء على ذلك عرض المساعدة عليكم. هناك من يختص في حقوق الإنسان أو الشمولية، هناك من يختص في تحسين التعاون الرقمي، فهذه التقارير المستحدثة باستمرار لو كان بإمكانكم إرسالها إلينا وتزويدنا بها، حتى لو كانت صفحة أو صفحتين تقارير موجزة التي تعطينا اللمحة والنبذة عن ما تعملون عليه من استنتاجات وحسب والمفصلة حسب التخصصات والمجالات لتمكيننا من التقاسم بها مع زملائنا من أقسام ومكاتب أخرى. سنتحدث أثناء هذه القمة الرقمية عن تقرير الأمم الأمين العام المتحدة Global Compact، ولأننا لا نريد أن نبدأ كل مرة من الصفر، ولكن نكون على الاطلاع التام والمستمر حول ما يحدث في مجال حقوق الإنسان Global Digital Compact. وأيضا من ناحية حقوق الإنسان يجب أن نستمع إلى أصوات الشباب، لأن نريد أن تكون هذه التشاورات تشمل كل الأطراف
نتقاسم من خلالها بالممارسات الجيدة، ونريد أن تعكس هذه النتائج أصوات كل التوصيات. شكرا يا جيسون. نحن مندهشون بهذا العمل الكبير الذي تقومون به في مكتبكم. إنكم فريق صغير نوعا ما، ولكنه يبدو على أنكم في كل مكان وتعالجون كل المواضيع. التحالفات أيضا تقوم بعمل لا بأس، ونحن بكل التأكيد سنزودكم بملخصات والنسخ الموجزة عما تقوم به التحالفات، وأيضا لمستخدمين النهائيين خلاصة لعملنا. أما الآن فأخاطب تيتي المشاركة على الزوم، وهي تمثل مجموعة استشارية متعددة الأطراف ماغ. هل لك أن تعلقي على ماهية عمل التحالفات في سبيل دعم التعاون الرقمي؟ شكرا، إنه لشرف كبير لي أن ألتقي معكم هنا. التعاون الرقمي هي شيء هام جدا، التحالفات الديناميكية تستطيع أن تقوي وتمتن هذا الشيء. هي قضية نتحاور عنها خاصة ضمن مجموعة عملنا لشؤون استراتيجية إدارة الإنترنت وحوكمته، وقد قمنا بتحضير عدة وثائق في هذا المجال وتوصيات نعتبرها أنها مهمة. وهذا التعاون هو تعاون ثمين وقيم، كلنا نعمل في شبكة واسعة، وكل واحد منا يختص بجزء من هذه الشبكة، وأيضا نقوم بالعمل مع جلسات أخرى. هذا عمل واسع وموديل واسع للتعاون. ولكن هناك قضايا يمكن تحسينها دائما، من بينها الرؤية، بما أن التحالفات الديناميكية تفعل الكثير، ولكن عليها أكثر بشكل مرئي. يجب عليها أن تبين نتائج أعمالها وتعطيها للرأي العام والعالمي، استخدام كل الشبكات وخاصة شبكة NREs التي تعتبر شبكة جيدة لإخبار الرأي العام العالمي عما يحصل في التحالفات الديناميكية بشكل عام. بهذا الشكل تكون عمل هذه التحالفات تستطيع أن تؤثر بشكل أكبر في مجال إيجاد ضوابط وتعليمات، وهذا التأثير سيكون مطلوب، لأن عندها سيكون عمل هذه التحالفات ينسجم مع صنع السياسات المحلية والإقليمية من أجل الترويج لهذه القيم التي تقوم بالترويج لها المنتدى حوكمة الإنترنت. إذن هذه التحالفات لها قدرات قوية وتستطيع أن تساهم في تأثير هذا التعاون. شكرا لك على تأكيد على هذه القضايا وخاصة الظهور ورؤية هذه التحالفات. أجد أن هنا في الصالة يوجد ممثلين عن كل هذه التحالفات، أرغبهم في محاولة الإجابة على السؤال التالي قبل أن أأتي للأمور الخاصة والجزئية، فأعطي الصوت لزميلتي في منصة الزوم. أود لو أنه على هذا البتاء أجاب ممثل التحالفات الديناميكية. عندما سمعت
إجابة جيسون خطر في ذهني سؤال، هو هل يمكنكم أن تعرفوا إحدى التحديات التي تقفون أمامها، وخاصة دورها في وضع مستقبل منتديات حوكمة الإنترنت؟ إذا كان هناك من شخص يريد في الصالة أن يتكلم فأرجو نبدأ من جيسون. التحدي الأول بالنسبة لي هو بالدرجة الأولى هو إمكانية الوصول إلى نتائج أعمالكم، خاصة في إطار الأمم المتحدة لدينا مجموعة عمل تختص بحرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن بما أننا لا نستطيع مراقبة كل ذلك وكيف تعمل، فمن ملخص أعمال مثل هذه اللجان تأتينا، لذلك نود لو كنتم توافون بمثل هذه الملخصات عن أعمالكم بحيث نستطيع أن نجمع كل هذه الأشياء. بعضكم خلال الحديث ذكر عدة أشياء مما تفعله هذه التحالفات، ولكن مثل هذا التقرير الملخص مفيد جدا لنا لكي نجمع كل هذه، لكي نستطيع أن بشكل دقيق أن نحدد ونلخص عمل مثل هذه التحالفات الديناميكية، وهو مهم أيضا ليس بالنسبة لنا وإنما لممثلي الدول الأعضاء، ومثل هذا بسرعة نستطيع أن نتعرف على نشاطكم ونشاط المجموعات الخاصة. قبل أن أعطي الصوت لمتحدث آخر أود أن أقول أن لدينا سؤال يخص مركز التوزيع الذي لدينا في بنغلاديش، قبل أن أعطي مارك الصوت. شكرا يا تاتيانا على إعطاء الصوت، مهما بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي أنتم فيها. في مقدمة أنا كبير المستشارين لشؤون السياسة في تحالف ديناميكي جديد نوعا ما لشؤون معايير السلامة والأمانة في الإنترنت. بدأنا أعمالنا منذ تقريبا سنة واحدة، و تم تدشين أعمالنا أثناء الإصدار الأخير لـ IGF في تشات، وضعت بعض المعلومات حول أنشطتنا، وكما قال زميلي وهو من كبار الأخصائيين لدينا في التحالف، فيما يخص هذا التحدي فمن الجدير بالتجديد لأننا نركز في تحالفنا على نتائج محددة في النقاش، وهذا التحدي الذي أريد الحديث عنه يتطابق مع ما قاله جيسون، لأن المرجو هو أن تتم إرسال نتائج وتوصيات أعمالنا إلى المستخدمين النهائيين، فنحن نريد المساهمة العملية في صنع القرار، ونريد توصيل هذه النتائج إلى صنع القرار. نحتاج إلى قنوات التواصل هذه وتحت مظلة الاي جي اف كي يستطيع الجميع الاستفادة من التوصيات التي نتوصل إليها، وعملنا على مدار السنة، إلا أن القمة الرقمية لا تتم إلا مرة واحدة في السنة، ولكن نحن نعمل في الوقت البيني ما بين المؤتمرات. الأمين العام الآن يبحث إمكانية
إنشاء منصة IGF Plus من أجل تعزيز تنسيق النشاط ما بين في الفترة ما بين المؤتمرات. فيما يخص القنوات، قنوات توصيل هذه المعلومات، فالمقصود من ذلك إعلان أو إبلاغ الجمهور العام ورأي العام عن ما ندرسه، وأيضا عن التقارير التي ننشرها. أحيانا هناك بعض الحواجز، على سبيل المثال إذا كنا نريد إنشاء منصة بحثية فنحتاج إلى تمويل لدفع أجور الأحصائيين ومكافآتهم، فمسألة التمويل هي في غاية الأهمية. نحن نستعين بالخبراء الطوعيين، ولكن إن كانت لدينا بعض الموارد أو الوسائط المالية الكافية فلكان باستطاعتنا تسريع هذا العمل وتوجيهها إلى مجالات علمية أكثر دقة وتفصيلا، ولكان لصناع القرار مجال أوسع للاستفادة من مثل هذه التقارير. هذا هو التحدي الرئيسي. سوف أتوسع في هذا غدا في جلستنا المسائية الرئيسية لمجموعتنا، ويوم الجمعة هناك أيضا جلسة نتوركينج، ونحن منفتحون في هذه الجلسة على كل المقترحات حول كيفية التصدي لهذه التحديات. أصحاب المصلحة معنيون بعملنا ويعتبرون عملنا في غاية الأهمية، مهما كانوا من المستفيدين الأفراد أو الشركات صغيرة ومتوسطة. علينا بناء هذه البنية التحتية المقاومة كما ينص عليه الهدف التاسع من الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، عن توسيع الوصول إلى التكنولوجيا وتشكيل هذا النهج الذي يحث على ريادة العمل. وهذا يتعلق بأجندة 2030 والعمل المرتبط بالتعاون الرقمي والاتفاقية الرقمية الدولية التي ذكرها جيسون. شكرا. شكرا أوليفيا. تريد تتكلم؟ لن أعطيك الصوت حاليا، ولكن أجد أن في الصالة من يود أن يتكلم، وبعد خلص أعطي الصوت لجنيفر. ولكن حول السؤال عن بنغلاديش، فأقول أن مجرى نقاشنا في كل نحن في وضع وأزمة حاليا، فكيف نستطيع أن نوصل اتصال سهل وسلس بين الناس؟ فنحن هل لديكم بعض التوصيات في هذا المجال التي نستطيع أن نتحدث عنها خلال هذه الجلسة؟ نحن جزئيا أجبنا عن هذا السؤال، ولكن ربما نستطيع أن نقدم جوابا مركب عن هذا الموضوع. هل لدينا ميكروفون في الصالة؟ نعم لدينا. هنا زميلة تمثل التحالف الديناميكي لشؤون مؤشرات الوصول الشمولي. شكرا على إعطاء الصوت. أود أن أشكر التحالفات كلها وأهنئها بنجاحاتها. لدينا أكثر من 20 تحالف ديناميكي. لمرة الأولى أنا أستطيع أن أتكلم في، ولكن ليس باسم اليونسكو، وإنما باسم التحالف الديناميكي الذي يمثل مؤشرات الوصول الشمولي. نحن منذ عام نقوم بعمل، وخلال دعم الزملاء والزميلات استطعنا أن نبدأ ونحرك أول مبادرة، وهي تمثل مقاربة حديثة وعصرية. نقوم بالتعامل مع الوزارات وممثلي الأوساط الجامعية ومع الكيانات التقنية، وكلها تحاول أن تساعدنا في عملنا. هذه
التحالفات الديناميكية تستطيع أن تعطي نتائج محددة وتوصيات محددة تكون عملية، ليس فقط لكي نلتقي ونتحدث عن أشياء ليست لها معنى عملي وتطبيقي، وإنما من المهم أن تكون هذه، يمكن هذه الكلمات أن نحولها إلى فعل، وهذا تحد خاصة للأمم المتحدة. من بيننا ممثلو أنديسا وكيانات أخرى، يجب سنقوم بإدراج أجندة دولية، ويجب أن نلاحظ أن تكون أعمالنا لها بعد عملي. من بين ما أود أن أتحدث هو التمويل الذي سمعنا عنه قليلا، بأن هذا التمويل يخص دول العالم الثالث ولكن النامية، ولكن نحتاج إلى تقنيات وقدرات وتدريب ومنهجية في العمل تخص القياسات وقضايا معقدة التي تتعلق بهذه السياسات. إذن إن في النهاية، لأن وقتي ضيق، أود أن أريد أجيب إلى عن القضية عن عملية زيادة المهارات. عندنا أكثر من 20 تحالف ديناميكي، كل منها تختص بجزء، ولكن هناك أعمال مشتركة بيننا نستطيع إذن أن ننسق وننشئ منتدى مفتوح لممثلي هذه التحالفات الديناميكية، يستطيع فيها ممثلو هذه التحالفات تبادل التجربة الناتجة عن عمل كل جزء منها، ويجب علينا أيضا أن نتبادل بشكل آني كل هذه التجارب. لا نستطيع أن نغلق على أنفسنا الأبواب ونعيش في تحالفنا الديناميكي الواحد. لذلك أود أن يكون زملائي في التحالفات الأخرى نستطيع أن ننسق بتوصية واحدة تساعد الجميع بما يساعد الجميع. شكرا جزيلا. التحالف الديناميكي لشؤون مؤشرات الوصول العام أيضا قام بعمل كبير، وصوت آخر هو صوت ممثل تحالف ديناميكي لشؤون النمو المستدام في مجال الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام. شكرا. ملاحظات قيمة قد سمعناها، ونحن أيضا نشير إلى أهمية الإدارة والتنمية المستدامة والإدارة المستدامة للمواد. نحن نمثل الإعلاميين والصحفيين من كافة أصقاع العالم، ولا ننسى أن الإعلاميين يريدون وقبل كل شيء أداء وظيفتهم، ولا يستطيعون الانخراط في عمل قمة حوكمة الإنترنت. لذلك التحالف الديناميكي الخاص بنا يريد تسليط الضوء على صوت الصحفيين أو المجتمع الإعلامي العالمي، ونريد أن يكون صوت الجميع مسموعا. لذلك التحالفات الديناميكية لها دور هام لهذا الصدد، ومن المهم أن نتعاون على سبيل المثال مع التحالف الديناميكي لشؤون الثقة. وغدا سوف تناقش جلسة من الجلسات مسألة الثقة
في عالم وسائل الإعلام. والسؤال هو كيف نقوم بالإشراف على مضمون الرقمي أونلاين، وكيف نقوم بإنشاء الألغوريتمات ونزيد نعزز الثقة في الصحفيين وعالم الصحافة، وأيضا مسألة المساواة بين الجنسين وتساوي الوصول إلى الحقوق الرقمية ومكافحة التضليل الإعلامي. هذا الموضوع الأخير، مسألة التضليل الإعلامي، هو الموضوع الرئيسي في هذه السنة. أنا أدعوكم للانشغال والانخراط في أعمالنا. سوف نتحدث عن مدى تأثير الجائحة في قطاع وسائل الإعلام وشدة ضرب الجائحة فيها، وعن العواقب المتعلقة بذلك. هذا ما سنعمله ضمن هذا التحالف. إنني أرى صوت هنا من القاعة في كاتوفيتسا، وللأسف الوقت جدا محدود، لذلك أرجو الاقتضاب في التعبير عن ملاحظاتك. من أين حضرتك وأي منظمة تمثل؟ أتيت من نيجيريا، وأنا ممثل منتدى حوكمة الإنترنت من جانب وزارة الاتصالات في نيجيريا. أود أن أسأل بماذا تهتم التحالف الديناميكي الأفريقي أو النيجيري؟ هل هذا التحالف الديناميكي لديه شراكة مع منظمات وطنية أو إقليمية، وخاصة NRE في نيجيريا؟ أيضا هناك منتدى وطني لحوكمة الإنترنت، هل كيف يمكننا أن نتعاون مع هذه التحالفات الديناميكية؟ شكرا على هذا السؤال. سمعنا من أن هذه التحالفات تتعاون، ويمكن أن تكون هذه التحالف التعاون مع نيجيريا معمق أكثر. إلى أود أن أنريك أسترهاوزن، شكرا. أنا تأخرت قليلا على اللقاء، ولكن أود أن أقول أن التحالفات الديناميكية تفعل أفعالا كبيرة. أنا مؤلفة المقدمة للتقرير السنوي للتحالفات الديناميكية، يعني أنني قرأت هذه التقارير وأنا معجبة جدا فيها، وأن هذه التحالفات الديناميكية وجهودها يجب أن تكون منتشرة ويجب أن تكون معروفة أكثر. للأسف ليس لدى هذه التحالفات أمانات وسكرتاريات تحاول مثل IGF. يجب علينا أن نساعد في أن تكون معروفة أكثر ومكشوفة أكثر للجمهور الواسع، وأن تتلقى دعما ومساعدات أكثر، لأن الاستنتاجات والتوصيات النابعة من أعمالهم هي مهمة، ويجب أن تكون قضايا يتم نقاشها بوجود ممثلي القطاعات الأخرى والحكومات وممثلي الأمم المتحدة وغيرها. شكرا على هذا الأفق من ناحية مجلس الإدارة. والآن أعطي الصوت لتاتيانا، أعتقد أن أحدا على الزوم يريد أن يتكلم. بما أن الوقت يتداركنا، أود أن أعطي الصوت لشخصين صبروا وانتظروا الميكروفون، وهذه
ملاحظات نهائية، والآن وبعدها سننهي. شكرا جزيلا. عمليا من الصعب أن نقول شيئا جديدا بعد أنريت. أود أن أتفق معها، لأن الشيء المهم هو أن نستخدم قدرات هذه التقارير للتحالفات الديناميكية، فلنعرف أنهم متطوعون يقومون بعملهم بشكل طوعي ومجاني، وهذه أشياء قريبة من قلوبهم ويعتبرونها كرسالة لعملهم، ونتائج عملهم يجب أن تكون ظاهرة للعلن ومعروفة من قبل الجميع. فإذا هذه النتائج والتوصيات التي تنتج عنهم يجب إيصالها بعد نقاشات طويلة. وأريد أن أضيف من نفسي أن خلال العديد من المنتديات التي تمت في حوكمة الإنترنت، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية كمنتدانا هذا، فأن نسبة المتطوعين تتناقص. ربما هذا هو بسبب جائحة الكوفيد، فعلينا أن نسرع اهتمام الشباب بذلك. والآن ماريانا أعطيك الصوت. شكرا لك. أنا سعيدة أنني أشارك في هذه الجلسة بالتحالفات الديناميكية، وسأتحدث باغتضاب شديد عما ماذا نحن نستطيع أن نفعل كممثلي تحالفات الديناميكية في أجل التعاون في منتدى حوكمة الإنترنت. بالطبع لن أكرر ما قيل هنا عدة، فيجب أن نلقى دعما ماليا أكبر، ونحتاج إلى اعتراف رسمي بأعمالنا من قبل. فهناك بالرغم من أن نتائجنا وتوصياتنا ربما تكون غريبة بالنسبة للبعض، ولكن نود أن تكون معترف بها بشكل رسمي. فإن منتدى حوكمة الإنترنت هو نوع خاص من عمل الأمم المتحدة، ونود أن يكون لنا دور في هذه العملية. كل أعيننا متجهة نحو الجنوب حول أن يكون الوصول للشبكة شمولي، ويجب عندما كي نصل إلى هذا يجب أن يكون عملنا على مستويات عديدة. وبهذا الشكل أيضا التحالفات الديناميكية تعمل. لذلك أجندات الأمم المتحدة فعلت الكثير مع هذه التنظيمات والمنظمات، ولذلك أشكر أنا أيضا على هذا العمل الجيد جدا من قبل هذه التحالفات الديناميكية. وهذا عمل طليعي، وأيضا شيء جميل أننا استطعنا أن نخصص جلسة للتحالفات الديناميكية. سمعت وصلتني إشارة بأنه يجب علينا أن ننهي. آخر تعليق تفضلي يا كونستانتينا كاسا. أود أن أقول أنه يجب علينا بطيلة الوقت العمل على نمو مستدام في الفضاء الرقمي، أن نمتن العلاقات بين أجندات الأمم المتحدة ومنظمات الدولية الأخرى، وأيضا علينا أن نعمل بشكل حركي وديناميكي لكي تكون هذه التغيرات مطبقة ومنفذة. أعطي الصوت لجينيفر وأنا أعطي الصوت لجينيسون. أنا أشكر الجميع على كل القلات. أما بالنسبة للدعم المالي بالنسبة
التحالفات، فنود أن نعرف ما هو مدى هذا الدعم المادي، فربما نستطيع أن نعطي مقترحات في مجال الدعم المادي. وأريد أيضا أن أقول التحالفات الديناميكية قد توصلت إلى نتائج محددة وبنت قاعدة معرفية جيدة، لذلك أقول أن التعاون مع مكتبنا ومع أمانة حوكمة الإنترنت نستطيع أن نجد صورة للتعاون مع الجامعات، مع الصحفيين، مع الحكومات، وبشكل آخر نسهل الوصول إليها لهذه التحالفات، وليس هي ليس لديها دائما إمكانية الظهور والوصول. إذا ممكن أن نتعاون عن طريقة التدريب والتأهيل في عدة. شكرا، والآن أعطي الصوت إلى وايمين فوق. شكرا يا جينيفر. أنا من طرفي أعلق على أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص أكثر في هذا النقاش، الشركات الخاصة وكبرى الشركات في مجال بيك تك هاي تك، وهذا القطاع قطاع الشركات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا قد ينشغل أكثر في عمل التحالفات. المؤهلات والكفاءات الجديدة المبنية من قبل التحالفات قد نستفيد منها أيضا في عالم المعرفة والعلوم وفي وسائل الإعلام. العنصر الناقص هو وقبل كل شيء عدم وجود القطاع الخاص في مسألة حوكمة الإنترنت. فالتحالفات الديناميكية وبالتعاون مع أوندا UND وغيرها من الوكالات الأممية يمكنها المساهمة وبشكل أحسن في تشكيل الفضاء الرقمي مستقبلا، وخاصة تحت شعار الاتفاقية الرقمية العالمية. شكرا على دخلكم ومدخلاتكم ومساهماتكم في كاتوفيتسا ومن اتصل بنا عن بعد. شكرا للمترجمين والفريق الفني، ولا ننسى أن التحالفات الديناميكية سوف تقدم نتائج أعمالها وبشكل أكثر تفصيلا في الجلسات الفرعية ضمن IGF، وأرغبكم على الاطلاع على برنامج المؤتمر. وشكرا.